أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى الولادة الميمونة لسيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وجعل الله وإياكم من المتمسكين بهديها وهدي أبيها وبعلها وبنيها وأولادها المعصومين المنتجبين. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان هذه المحاضرة كما قرأتم في الإعلان هو عقيدتنا في الإمامة شبهات وردود. طبعا هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا بالنسبة لنا، خاصة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. احنا كموالين لأهل البيت يجب أن نفهم عقيدتنا في الإمامة واللي هي تميزنا عن المذاهب الأخرى الإسلامية الأخرى. راح أتحدث عن معرفة الإمام، الحد الأدنى الحد الأعلى لمعرفة الإمام بصورة عامة. هذا البحث حقيقة هو حاول ألخص به فد كتاب صدر مؤخرا للشيخ أحمد سلمان اسمه وهم القراءة المنسية، وهو رد على كتاب لكاتب إيراني يعيش بالغرب بالولايات المتحدة الأمريكية اللي هو اسمه القراءة المنسية، واللي حاول به أنه يعني يوخر الجانب الغيبي كله في عقيدتنا بالمعصومين. يعني احنا نؤمن بأئمتنا أنه كما في البحث إن شاء الله يأتي أنه أئمة معصومين، علومهم مو ليست علوم حصولية وإنما هي من الوحي، إما عن طريق النبي صلى الله عليه وآله أو الله سبحانه وتعالى يلهمهم هذه، وإنما هم يعني هي يسميها نظرية أتقياء أبرار. يعني وهسه ملخص أتي للتفاصيل خلال المحاضرة، وهو يحاول يستشهد بمجموعة من الأمور، ولكن الفكرة الرئيسية أنه يقول هذه وذاك يسميها القراءة المنسية، يعني هاي النظرية أنه أهل البيت هم ليسوا سوى ناس مؤمنين حالهم أتقياء وأبرار، وليس هذه الهالة القدسية اللي إحنا أتباع أهل البيت نحاول نعطيها لأمتنا عليهم السلام. فهذا المحور المحاضرة هو هذا. بس كمقدمة لهذا، طبعا مثل ما قلت انه هذا كتابيا كتاب اسمه الصور محسن كديور، هذا الكاتب الايراني المقيم في الغرب، والرد عليه الشيخ احمد سلمان اللي احنا معظمنا سنعرفه من خلال برامجه من خلال يوتيوب. حقيقة هو شخص فعال جدا في الساحة الإسلامية لأهل البيت من خلال محاضراته ومناظراته. يعني من العناوين اللي راح أبدي بها هو الحد الأدنى والحد الأعلى للمعرفة، لمعرفة أهل البيت عليهم السلام كما نعتقد، اللي هو يسميها هذا الكاتب الإيراني يسميها يعني القراءة التقليدية، اللي هو يعتقد أنه هاي تطورت بعد فترة أهل البيت عليهم السلام. واكو طبعا هذا الكاتب الايراني هو ليس الوحيد في هذا المجال، عندنا هوايه ناس سواء بالسابق تاريخيا او في عصرنا هذا ممن يتبنون هذا المنهج بصوره عامه، لربما يختلفون بالحدود مالته، بس اكو كثير قسم نعرفهم وقسم يعني لربما ما نعرفهم. حتى هنا في برمنغهام اكو هيك توجه، كذلك انا سامع من بعض من يدعون العلم.
أبدي بالنقطة الأولى، وهي ما هو الحد الأدنى إحنا كأتباع أهل البيت عليه السلام لمعرفة الإمام؟ راح أبدي بهذا الحديث اللي يروى عن الإمام الصادق، يروي معاوية بن وهب وهو أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، العلامة المجلسي ذكر في بحار الأنوار. وبعض طبع الحديث يقول وأدنى معرفة الإمام، يعطف مجموعة من النقاط لتعين على كل شيعي، على كل متبع لأهل البيت هذا الحد الأدنى حتى عقيدته تكون صحيحة بالإمامة. هذا الحد الأدنى للإمامة، لربما أني ذاكر هذا الحديث سابقا، ولكن حقيقة مهمة عادة، يعني كل واحد من عندنا لازم هذا الحديث يحفظه عن ظهر غيب، لأنه أنت عندما تسأل عقيدتك بالإمامة لازم على الأقل تعرف الحد الأدنى. إن شاء الله نتطرق إلى الحد الأعلى إذا أكو حد أعلى. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. كما في حديث الإمام الصادق عليه السلام إنه الحد الأدنى المعرفة إنه الإمام هو عدل النبي إلا أو عدل النبي إلا درجة النبوة، هاي أول شيء، إنه هو بمنزلة النبي إلا درجة النبوة، ليس بنبي ووارثه. الإمام هو وارث للنبي صلى الله عليه وآله، وأن طاعته طاعة الله وطاعة رسوله، وأطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم، والتسليم له في كل أمر والرد إليه، يعني في الأمور أي أمور تشكل وين الرد إليها؟ الإمام هو الحاكم، والرد إليه والأخذ بقوله، مو بس تسمع وتقعد تناقش الإمام، يعني هذا هاي. ويعلم أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو الإمام علي بن أبي طالب، ثم الأئمة واحد في واحد إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذه هي حسب هاي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام هذا الحد الأدنى للمعرفة. وطبعا هاي لها آثار كبيرة جدا من ناحية العملية، يعني عندما نذهب إلى زيارة المعصوم عليه السلام، إذا شوف الروايات ما زيارة الإمام الحسين عليه السلام، أصور أن ذكرت هذا الحديث الأسبوع الماضي بس لا بأس بالإعادة للمهم جدا. إذا تابع أنا تابعت الأحاديث، فمرة سويت محاضرة عن زيارة الإمام الحسين عليه السلام والثواب المترتب على زيارة الإمام الحسين. شفت عندما المعصوم يقول من زار الحسين وهالشكل فله كذا أجر كذا أجر، يعطي أجمع، لكن عندما يكون من زار الحسين عارفا بحقه هذا الأجر أشوفه يضاعف مئات المرات أو آلاف المرات حتى، يعني تضاعف مضاعفة كبيرة جدا عندما تضاف هذه الفقرة عارفا بحقه. فالأجر على قدر المعرفة، كل ما معرفتك بالمعصوم أكثر كل ما أجرك لزيارة المعصوم تكون أكثر، كل ما أعمالك تكون أكثر مقبولية، كل ما أعمالك تكون أكثر ثواب. وفي يوم القيامة تسأل الإنسان، يسأل عن ربه، عن نبيه، عن إمامه وعقيدته بهذا الإمام، يعني غير مو كافي أنه يجي واحد يقول مثلا هذا الإمام أنه حال حال بقية الناس، حال حال أبو حنيفة أو مالك مثل مذهب الأربعة مثلا، هو فقيه حال حالهم بس هو شوية ذكي وكذا وهذه وتقي عنده تقوى وكذا وهذه. طبعا نحن لا نؤمن أنه هكذا، هذا تقصير في حق الأئمة، ولذلك الأئمة عليهم السلام نهوا عن الغلو وعن التقصير في حقهم. فلازم إحنا كأتباع لأهل البيت عليهم السلام لازم نعرف شنو حد الغلو وشنو حد التقصير، حتى ندخل بهذا. خلوا نروح إلى الحد الأعلى، هل يوجد حد أعلى لمعرفة الإمام عليه السلام؟ هسه قلنا إحنا ما هو الحد الأدنى، ما هو الحد الأعلى لمعرفة الإمام؟ هل ممكن نحن كأتباع لأهل البيت وموالين أن نعرف الإمام يعني حق المعرفة
مرة عارفا بحقه علينا، مرة لا نعرف حق معرفته. أصور تختلف هذه العبارتين، من زار الإمام عارفا بحقه ومرة يعرفه حق معرفته. طبعا حسب الروايات أنه ليس ثمة حد لمعرفة الإمام كما دلت عليه الروايات، كثير من الروايات، عندنا مجموعة من الروايات اللي هي أيضا لربما ذكرتها بالحديث عن فاطمة عليه السلام في الأسبوع الماضي، ذكرت هذا الحديث الذي يروى عن الإمام علي عليه السلام إذ قال نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. فأول شيء هو التنزيه عن الربوبية، لأنه كثير من المغالين نحن نعرف لحد الآن طائفة لحد الآن موجودة أنه تغالي في الإمام علي عليه السلام، مثل ما النصارى غالت في عيسى عليه السلام وقالوا أنه رب تجسد في هيئة جسد ونزل إلى الأرض. فأكو ذول العلي الله هي موجودين في شمال العراق، مناطق المحيطة بين العراق وتركيا وسوريا، يعني موجودين الذين يعتبرون الإمام علي هو تجلي للرب، وكانوا موجودين في زمن الإمام علي. حتى بعض الروايات يقول الإمام علي عليه السلام استتابهم، واللي ما تابوا يقال إنه أحرقهم بالنار، وحتى عندما أحرقهم قالوا له هذا دليل إنه أنت الرب، لأنه ما حد يقدر هالشكل يعذب بالنار إلا الله وأنت هذا. شوف مرات الإنسان صير عنده شبهة، وطبعا هاي الشبهة عظيمة، يعني إنسان يخرج من حدود الإيمان إلى حدود الكفر، لأنه إحنا عقائدنا الإيمان بالله، الإيمان بالرسول، والإيمان بالأئمة المعصومين كمثل ما بينا بحد المعرفة. زين، نزلونا عن الربوبية، هاي واضح. وقولوا فينا ما شئتم، يعني الإنسان طبعا إحنا علومنا محدودة، ولكن حتى الأئمة عليهم السلام في حياتهم، عليكم السلام ورحمة الله، في حياتهم كانوا مرات عندما يجي مثلا سائل يسأل الإمام عليه السلام، يجون ثلاثة يسألون الإمام نفس السؤال، كل واحد يجاوبه غير شكل. وهذا طبعا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وآله، قل نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن بما معناه أن يعني نكلم الناس على قدر عقولهم. أكو ناس ما تتحمل، يعني إذا يقول له فالشغلة ما يتحملها، يعني فكل واحد يحاسبه على قدر عقله. فمهما بلغنا ما نقدر نوصل إلى المعرفة الحقيقية للإمام، لأن المعرفة هي إحاطة، يعني عندما تعرف الإمام حق معرفتك عندما تحيط بالإمام، وهذا غير ممكن، لأنه أكيد الإمام عليه السلام وصل إلى درجة من القرب إلى الله سبحانه وتعالى، عنده من العلوم ما إحنا يمكن ما نتحمله. قسم من الناس يمكن إذا الإمام يقوله يمكن يكفر للإمام، لأنه ما يتحمل لحد الآن. حتى هذه بنقول مثلا الإمام معصوم، كثير من الناس ما يتحمل هذه، حتى كلمة العصمة إنه الإمام معصوم من الخطأ ما يتحملوها. فكيف يتحمل بعض العلوم التي هي لربما قرب الإمام إلى الله سبحانه وتعالى، عند من العلوم ما لا نتحمله. وذلك يعني نشوف هاي حقيقة القرآن. نشوف أنه عيسى عليه السلام عندما كان يشفي الأكمة والأبرص ويحيي الموتى وكذا، كثير منهم ما تحملوا هاي العلوم، فيسووا أله عيسى عليه، يعني صار بإفراط وتفريط، زين، غلو وتقصير. اللي غلوا فيه قالوا هو إله، واللي قصروا فيه قالوا هذا ابن زنا، هاي أمة، لأنه ما تحملوا أنه مثلا أمة تلد من غير أنه ولد من غير أب، فيصير الإفراط والتفريط. هذه الرواية ما نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، حقيقة هي ليست رواية واحدة، وإنما هي روايات متعددة جدا، حتى خاف واحد يقول مثل هاي رواية موجودة بالبحار وهي رواية ضعيفة، فكيف الأخذ بها، كيف الأخذ بها من الناحية السندية، إنه فيها نوع من التواتر، يعني أو خلينا نقول متضافرة، يعني مثلا بالإضافة إلى
الصدوق يروي في الخصال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إياكم والغلو فينا، قولوا إنا عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم. يعني مشابهة لهذه الرواية الأولى اللي قلناها، عبيد مربوبون، مربوبون لله، يعني هم ليس أرباب وإنما مربوبون لله سبحانه وتعالى. وبعد أنه تقر أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، بعدها شنو؟ قولوا فينا ما شئتم. يعني أنت شي جبالك تقول للمعصوم تحت منزلة الربوبية، أنت ما تقدر تصف المعصوم، لأنه ممكن واحد، كل واحد إذا هسه مثلا أنا أقول فشي أنت تقول فشي كل واحد يقول فشي، ممكن نقول أشياء كلش عالية، ما دام هي تحت مو ربوبية معناتها هي صادقة تكون. يعني أي مدح للإمام عليه السلام أو أي منزلة تعطيها الإمام. الصفار في بصائر الدرجات عن الإمام الصادق عليه السلام: يا إسماعيل، يعني أحد أصحابه، لا ترفع البناء فوق طاقتنا فينهدم. شنو لا ترفع البناء؟ اجعلونا عبيدا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم. أيضا نفس الشيء، أنه الإسراف الغلو هو أن تجعلهم أربابا من دون الله، وفيما عدا ذلك قولوا فينا ما شئتم. الرواية الأخرى في كشف الغمة الأربلي عن الإمام الصادق أيضا: يا مالك ويا خالد، يعني أصحابه، قولوا فينا ما شئتم واجعلونا مخلوقين. أيضا نفس المعنى. وأيضا في حديث الأمير المؤمنين عليه السلام جاء فيه في أحد خطبه يرويها في بحار الأنوار: أنا عبد الله، أول شيء هو عبد لله سبحانه وتعالى، وخليفته على عباده، لا تجعلونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم، فإنكم لا تبلغوا كنه ما فينا ولا نهايته. زين، أيضا بها تفصيل أكثر، وهي تشبه الرواية الأخرى: وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. وجاء في إثبات الهداة عن خرائج الراوندي عن خالد بن نجيح قال: دخلت على أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام وعنده خلق، فجلست ناحية وقلت في نفسي: ما أغفلهم عند من يتكلمون. هذا الراوي يعني هو قال ذولا قاعدين مثل همج، ما يدرون هذا شنو منزلته عند رب العالم، هذا شنو منزل، هو ظاهر صار شيء، يعني أنه اعتقد بالإمام اعتقاد عالي جدا، فالإمام راد يبين له شنو الحدود حتى ما يتجاوزها. فقال الإمام عليه السلام قبل بدون ما يسأله، هو مجرد أنه جت خطرة بباله هاي الفكرة: ما أغفلهم عند من يتكلمون، فناداني الإمام صاح له، إيش قال له؟ إنا والله عباد مخلوقين، لي رب أعبده، أنا لي رب أعبده، إن لم أعبده عذبني بالنار، قلت لا أقول فيك إلا قولك في نفسك، أنا ما أقول فيك إلا ما أنت قلت لي هسه هذه. فالإمام وضح له: اجعلونا عبيدا مربوبين وقولوا فينا ما شئتم إلا النبوة. يعني النبوة مثل ما بينا سابقا. وهكذا عبارات كثيرة وحديث كثيرة اللي مضمونها واحد، إنه درجة الإمام هي درجة عالية جدا، ولكن الغلو عندما يقول واحد يغالي في الأئمة عليهم السلام معناتها إنه مثل ما قلنا ذولا علي الله يسموهم أو كذا، اللي حاولوا يرفعون درجة الأئمة عليه السلام إلى درجة النبوة، فيما عدا ذلك هو ليس غلو. واللي يحاولون أن ينزلون الأمة عن هذه الدرجة هو هذا التقصير. الآن نجي على هذه الروايات، هل هذه الروايات تتفق مع المنطق القرآني أو تختلف؟ لأن أهل البيت عليهم السلام علمونا أنه أي شيء أنت يصير عندك به، أي شيء يجيكم من عندنا شو تسوون به؟ أعرضوا على القرآن، إذا ما وافق القرآن فخذوه، وما خالف القرآن شو تسوون به؟ أضرب به عرض الحائط. فنجي حقيقة أكثر قصة تبين أو شخصية تبين هذه في القرآن هي شخصية عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام
حتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده رواية للإمام علي عليه السلام قال لولا أنه بما معناه أنه لولا أن الناس يقولون فيك مثل ما قالت النصارى في عيسى عليه السلام لجعلتهم يتبركون بالتراب الذي تحت قدمك. يعني يقول للإمام علي عليه السلام لولا أنه هؤلاء يتحولون إلى غلاة ويألهوك لقلت فيك مقولة. طبعا هي هاي المقولة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله قال أنه الناس يتبركون بك تحت قدمك. يعني هو يقول منزلة علي هل قد عالية إلا يحذر من إلا درجة الربوبية. فاللي ما يوصلك إلى هالدرجة راح يتبرك مو بس بيك وإنما يتبرك بإيش؟ بالتراب الذي تحت قدميك. فعندما نأتي إلى عيسى عليه السلام في القرآن نرى أنه الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن عقيدة النصارى في عيسى وأنه ابن الله وثالث ثلاثة الله يقول تكادت السماوات شلون بما يتفطرن كذا ترتعش السماء أن دعوا لله ولدا. هذا المدعى أنه الله عيسى ابن الله أو الله عنده ولد أو عيسى رب أو ثالث ثلاثة السماوات تكاد تتفطر من هذا الادعاء الكاذب. زين فيعني هو بتحذير شديد لمن يدعي هذا الادعاء وهذا الغلو في عيسى عليه السلام. ولكن عندما يأتي الله سبحانه وتعالى إلى عيسى عليه السلام ويتحدث عن فضائل عيسى عليه السلام وعن كرامات عيسى عليه السلام وعن معجزات عيسى عليه السلام يرتفع بعيسى إلى درجة عالية. حتى في مسألة الخلق الله سبحانه وتعالى ما يقول عيسى أنه دعاني وأني خلقت له، يقول لعيسى وإذ تخلق، يعني من يخلق الله لو عيسى؟ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه، أنت تنفخ، أنت تخلق، عيسى ليخلق وعيسى لينفخ، بس شنو فيكون طيرا شنو؟ بإذن الله. هذا الشرط الوحيد لعملية خلق عيسى ولعملية نفخ عيسى في الطير حتى يكون طير إن هاي العملية كلها شنو؟ هي بإذن الله. يعني عيسى لم يخلق بصورة مستقلة زين ولم ينفخ بصورة مستقلة وإنما خلق ونفخ في هذا الطير فأصبح طيرا بإذن الله. يعني هاي القوة مالته. وبالتالي إذا كان عيسى عليه السلام يستطيع حال فشنو المانع أنه محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد يفعلون نفس الشيء؟ نحن نعرف كنا نعتقد كمسلمين أنه الرسول صلى الله عليه وآله هو أفضل هو أفضل الأنبياء والمرسلين. زين عندنا هاي الرواية اللي يرويها أهل السنة عندما ينزل عيسى عليه السلام مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وصير الصلاة الإمام يقول له تقدم عيسى عليه السلام فعيسى يرفض ويصلي خلف الإمام. وإحنا نعرف أنه ما ممكن لأنهم عيسى والمهدي عليهم السلام هذه يعني مفتوحة لهم، هم ينظرون مو بالظن وبالشك مثل ما إحنا نجي نقدم واحد لربما هو أسوأ واحد بينا مثل ما أنتوا تقدموني وأني أسوأ واحد فممكن. لكن ذول مكشوفة لهم الحقائق وبالتالي المفضول يجب أن يصلي خلف الفاضل وبالتالي المهدي عليه السلام هو متقدم على عيسى عليه السلام. فإذا الله سبحانه وتعالى أعطى عيسى هذه المنزلة ممكن يعطي لأهل البيت هذه المنزلة وهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فواضح أنه هذه نجي على هذا المدعى أولا نجي أول مرة العقيدة اللي هو يسميها السائدة في أهل البيت عليه السلام بعدين نجي إلى المدعى لصاحب هذا كتاب العقيدة المنسية. طبعا بالنسبة للعقيدة السائدة كما هو يعني هذا الكاتب هو يقول هالشكل العقيدة السائدة في أهل البيت أولا أئمة هدى مثلهم مثل النبي صلى الله عليه وآله منصوبون من قبل الله تعالى في هذا المنصب أي منصب الإمامة وقد عرف النبي صلى الله عليه وآله بهذا التعيين الإلهي من خلال النصب. فالأئمة إذن منصوبون من قبل الله ومنصوص عليهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله
فمن لم يتبع من المسلمين هذا الأمر الإلهي والنص النبوي فقد انحرف عن الصراط المستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثانية اللي نحن نعتقد بها أنه علم أئمة الهدى مثل علم النبي صلى الله عليه وآله، علم لدني غير اكتسابي، فإنهم مطلعون على الغيب بإذن الله. فعلم الأئمة ليس ناتجا من رأيهم واجتهادهم، كما أن علمهم في كل ما يتعلق بمجال المعارف الدينية ويكونون فيه أسوة قدوة للناس، علم مصون من الخطأ لأنهم معصومون. شنو الشواهد على هاي النقطة؟ شنو الشواهد أنه علمهم هو علم لدني وليس علم مكتسب مثل باقي، مثل علمائنا أعلى الله مقامهم، مثل فقهانا أو فقهاء المذاهب الآخر يقعدون بالمدارس ويتعلمون وكذا وهذه ويصيرون علماء، رغم طبعا من تعريف أهل البيت هم هذول مو علماء، العلماء الحقيقيين ربانيين هم أهل البيت عليهم السلام، غيرهم هو متعلم على سبيل النجاة، واللي ما متعلم في مدرستهم هم همج رعاء ينعقون مع كل ناعم. نأتي شنو القرائن اللي تثبت هذه الحقيقة. أولا حديث الباب، علمني رسول الله على الإمام علي عليه السلام، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب، يعني كم باب صار؟ 1,000,000 باب. هل ممكن لشخص من ناحية منطقية، هل ممكن لشخص أن يتعلم 1,000,000 باب من العلم؟ أنت لا تنسى هاي 1,000,000 باب، أنت لا تريد تعدهن هماغ، بس هي كلها باب من العلم، إيش قد يحتاج لك حتى تتعلم باب من العلم؟ فكيف اللي يتعلم 1,000,000 باب؟ مثل رسول الإمام علي عاش ويا النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، كلها حروب وهذه وكذا، زين شلون عنده وقت النبي صلى الله عليه واله يجي يعلم للامام علي؟ وبالتالي فهذا التعليم ليس تعليما حصوليا مثل واحد يقعد بمدرسه ويروح جامعه ويتعلم ويدرس وكذا ويحفظ هذا، وانما هذا علم حضوري، انه النبي صلى الله عليه واله بمنزلته واتصاله بالوحي انه كان يعطي العلم حتى يمكن في احدى الروايات يقولون السنة أصغر يروها لهذه الرواية، أنه عندما أراد أن يرسل الإمام علي عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله، عندما أراد أن يرسل الإمام علي عليه السلام للقضاء إلى اليمن، فالإمام قال له بمعنى أنا بعدني مثلا صغير كذا، يقول حط إيده على صدره ودعا له، فيقول الإمام علي بعد ما دعا لي الرسول بعد ما احتجت أي شيء. فهذا العلم، هاي الدعوة مال النبي وحط إيده على صدره، هاي العلوم كلها وين صارت؟ في صدر علي عليه السلام. فهذا نوع العلم، أكيد هذا العلم مو مال أتقياء أبراء، دول يروحون يقرون هذا، يقرون فقه ويقرون أصول، يقرون هاي ويجون يفتون. فهذه أحد القرائن. من القرائن الأخرى اللي دائما نشهدها هو إجابتهم للمسائل المعقدة في صغرهم، يعني ما بالجواد كمثال واضح عندما حضروا للمسائل في هذه مقابلته ويا يحيى بن أكثم، وهاي المسائل اللي احنا دائما نقراها في ولادات الإمام الجواد عليه السلام، وكان قسم يقولون عمره مثلا 8 سنوات 10 سنوات 12 سنة حتى 12 سنة، زين بحال يجي هذا قاضي القضاء وهو مكيف حضر له مسائل، بعدين الإمام يجيب على هذه المسائل بأسئلة ويفحمه انه هذا عمره ما سامع هذا التفريع لهاي المسائل اللي حاول يسألها للإمام الجواد عليه السلام. القصة الأخرى طبعا هذه القصة دائما معروفة، كقصة أخرى مو دائما متداولة على المنابر غير معروفة لابن الإمام الهادي عليه السلام. الإمام الهادي عليه السلام أيضا استلم الإمامة وهو في عمر صغير، أعتقد حوالي 8 سنوات، عندما للإمام الجواد توفي عمره صغير جدا، كان يعني 25-26 سنة هالحدود يعني. فالإمام الهادي عليه السلام كان صغير في العمر، فأعتقد المعتصم العباسي إيش راد يسوي؟ رادوا أنه يسوون عليه إقامة، ونعرف أنه الإمام الهادي عليه السلام والعسكري هم عاشوا ضمن الإقامة الجبرية يعني معظم مدة حياتهم، بس قبل ما يجيبه إلى سامراء هو بالمدينة وكان صغير، أنه
جاب له دز واحد بالقادة مالته وشاف فد معلم وقال له أنت تقعد تعلمه هذا، هو يعني بنظره إنه هذا بعده ولد صغير عمره 8 سنوات وراح يعلموه مثل ما هم يريدون، فحط له معلم وحاول أن يفصل عن شيعته، ما حد يقدر يتصل به، يعني إقامة جبرية، بس هو مدرسة، شلون هنا بوردينج سكول مثلا، خلوه بوردينج سكول، مدرسة، وهذا اسمه، هذا الشيخ اللي علمه اسمه الجنيد أو الجنيدي يلقبه شيخ الجنيدي. فإجا هذا قام على أساس علمه يعطيه كذا هذه، فكل ما يوصل إلى مسألة ويريد يسأل عليها الإمام يقعد شو اسمه يقعد يفصل له ويدخل بمسائل وهكذا وهذه. فهذا يعني انبهر يعني هذا. فورا فترة هذا القائد، قائد مال المعتصم، اجى لهذا الجريدي واجى دا يسأله، دا يقول له هذا الولد هذا الطالب عندك وهذا شونه بالدراسة زين، دا يتعلم زين كل هذا. فقال له بما معناه أنا لا تقول انه هذا طفل او هذه، بل ولا انا اعلمه حقيقه، هو دا يعلمني. يقول له هذا هو دا يعلمني، كل ما افتح له مساله يفتح لي مسائل ويفرع لي وهذه، فاني اللي دا استفيد من عنده، مو هو اللي دا يستفيد من عندي. فهذا الامام عمره 8 سنوات وتحت اقامه جبريه، لا متصل باحد لا هذه، من اين اتت له هذه العلوم؟ يعني واضح، دليل واضح. وشنو هذه؟ اكو بها مو قرينة واحدة، الإمام الجواد قرينة، الإمام الهادي قرينة، الإمام علي عليه السلام، أو مثلا الإمام علي يقول لهم اسألوني قبل أن تفقدوني فإني أعرف طرق السماوات أكثر ما أعرف. زين من عرف طرق السماوات؟ من علم طرق السماوات؟ هل دخل في جامعة بها دراسة مال كوانتم ميكانيكس حتى تعلم طرق السماوات وكذا؟ فشوف كل هذه القرائن تبين أنه هذه العلوم اللي نتحدث عنها عن أهل البيت هي علوم لدنية وليست علوم حصولية، لأن الحصول العلم الحصولي يحتاج إلى وقت. حتى إذا كان واحد منهم طلع نابغة، فمو كلهم يطلعون نوابغ، مو كل العائلة نابغة 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 ثانية، حتى النابغة يعني خب ما يجيب علوم، لازم يتعلم، بس هو يتعلم بسرعة، هذا يسموه نابغة، وهو يقوم يستنتج وكذا. بس ما واحد عمره مثلا 8 سنوات كذا ويدحض العلماء ويناقشهم، وما حد يقدر، ما حد يقدر يحاججه في مسألة واحدة. يعني ما عندنا إنه إجا واحد مثلا سأل الإمام أي واحد من الأئمة وقال له مثلا أنا ما أعرف هاي المسألة أو كذا. زين، فهذا كله دليل على أن علمهم هو علم حضوري وليس حصولي. النقطة الثالثة فيما يتعلق بأمة الهدى عليهم السلام، هم مثلهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، معصومين من جميع المعاصي اسم مطلقة كما نعتقد، منزهون عن كبير المعاصي وصغيرها وعن عمدها وسهوها، كما هم معصومون من الخطأ، وهذه الأسمى نعمة وتفضل إلهي ينعم الله به على المختارين المصطفين من عباده، وهي حالة أرفع بكثير من تهذيب النفس وطهارة الروح التي يتمتع بها الأولياء الصالحون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني هاي الإرادة التطهير وإنهاب الرجس هي إرادة إلهية وبها تأكيد إنما يريد الله، والتطهير ليس تطهير حقيقي، هذا التأكيد تطهير مفعول مطلق. فهذه الآية بها تأكيدات ثلاثة، 2 إنه من الله، والثالثة إنه هذه العصمة مالتهم ليس عصمة عادية، وإنما ويطهركم تطهيرا مفعول مطلق للدلالة على تأكيد طهارة أهل البيت عليه السلام من كل رجس من كل ذنب من كل. أما القراءة المنسية، نظرية هذا الكاتب الإيراني محسن كديور، واللي هم كثير من دول العلمانيين ممكن يتبنوها، هو مسلم لكن علماني، أو دول اللي يعني يريد يسوي نفسه أبو العراف، هو يقول أنا أريد أسوي مثلا فنوع من الإصلاح الديني وكذا، يجون بهاي
هاي الأفكار التعبانة. الأول إنه يقول تم التعريف بكل إمام بواسطة الإمام الذي كان قبله، أما أول أئمة فالنبي هو الذي عرف المسلمين به، وبعبارة أكثر فنية واصطلاحا يتم تعيين الأئمة في هذه النظرية إما بالوصية وإما بالنص من الإمام السابق، يعني هي ليست منزلة إلهية، وإنما هم الأئمة كل إمام يعين هذا إمام أحسن واحد من ولده وأتقاه وكذا هو يعينه، وليس إنه هذه بنص من الله، لأن إحنا نقول الرسول صلى الله عليه وآله عند هاي الرواية سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، هذا الحارث الفهري كذا اللي إجا سأل النبي صلى الله عليه وآله قال له أنت قلت لنا أنت رسول الله وأنت هالشكي ويجيك الوحي وكذا وكذا كله صدق نبيك، هسه تجي تقول لنا تريد نصب ابن عمك علينا هو الوصي هو الخليل، هل هذا من عندك أم من الله؟ قال بل من الله، مو عند النبي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال اللهم إن كان هذا من 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 فانزل علينا صاعقة، وهذا فيقول لك مش خطوات وجدته زين وفاردته إلى نار جهنم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج. لذلك لا يمكن اعتبار الأئمة من طبيعة مختلفة عن طبيعة سائر البشر، طبعا هاي نظرية مالته، وإن تجنيبهم الوقوع في أي معصية يتم بطرق خاصة ما فوق بشرية، بل هم يجتنبون المعاصي بالطرق البشرية المتعارفة إلى الحد الذي وصلوا فيه إلى مقام الأتقياء الأبرار. يعني هذه النظرية شو تريد؟ إنه تنكر كل بعد غيبي في أئمة أهل البيت عليه السلام، ساويهم بأئمة المذاهب الإسلامية الأخرى مثل أحمد بن حنبل أبو حنيفة كذا، بل لا بائس حقيقي بينهم وبين حتى علمائنا المعاصرين، يعني يقول هذا باجتهادهم وصلوا وهم أتقياء، فإحنا علمائنا هم أتقياء أبرار، لكن شو الفرق بين علمائنا وبين أئمتنا؟ هم علمائنا يثبتوها حقيقة من خلال سلوكهم. الإمام بتروح تسأله ما يقول لك ها هاي ممكن هالشكل ممكن هالشكل والله أعلم. علمائنا يقولون هالشكل، خاصة الأمور اللي ما بها نص، يعني من يجتهدون في أمور ليس فيها نص، لا بها آية قرآنية واضحة الدلالة ولا بها حديث نبوي واضح الدلالة وصحيح معتبر من ناحية السند وواضح الدلالة، شيء يقولوا لك يجتهدون، من يجتهدون يختلفون، شوفهم يختلفون، ولذلك فشي يقولون بالأخير يقول والله العالم. ليش؟ لأنه علم ظني، في حين علم الإمام هو علم يقيني، ما عندنا رواية تقول الإمام بعد ما نطى فتوى قال والله أعلم والله العالم، طبعا الله أعلم كنا نؤمن بهذا، لكن علم الإمام هو علم النبي، وعلم النبي هو مثل هذا الحديث المشهور عندما سئل الإمام الصادق عليه السلام أنتم يعني ما تسندون أحاديثكم إلى النبي، فش كان جواب الإمام الصادق؟ قال إن حديثي حديث أبي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسن حديث الحسين حديث الحسن حديث الحسن حديث علي حديث علي هو قول رسول الله وقول رسول الله وقول جبرائيل وقول جبرائيل هو قول الله. صلى على محمد وآله صلى على محمد. فإنه عندما يقولون شيء ليس منهم هو صح ليس منهم هو من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه النقل للسلسلة هاي السلسلة مقدسة، هذه مو مثل هذا ممكن واحد ينسى ممكن واحد يسهو هذه، ولكن بسبب عصمتهم ما ينسون ولا يسهون، لأن لو نقبل السهو والنسيان عليهم كان حديثهم حال أي حديث أخرى، شلون هسه إحنا مثل نقح الحديث نقول هذا يضبط الحديث، هذا عنده نسي، هذا عنده غلو، هذا عنده ارتفاع، هذا كذا، كل واحد علماء الجرح والتعديل كل واحد يطوف فد هذه، ولكن أهل البيت عليهم السلام أنه ليس أسباب الانحراف عن خط أهل البيت عليهم السلام وهذه الفهم السائد، أولا بعض الناس عنده سوء فهم، هو تختلط عليه الأمور بس هو يعتقد أنه أبو العراف مثل ما قال الشاعر
قل لمن يدعي في العلم فلسفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. لما يكون إنسان ما يقدر هو يدعي، ما يقدر يدعي أنه عدى العلم المطلق، وما يقدر يجي يقيم أهل البيت على نفسه، فقسم منهم لربما حتى يعني نحسن الظن بهم نقول قسم منهم من جهل، هو يسويها من قصر معرفة أو جهل. قصر المعرفة قسم منهم لم يتعرض للأدلة العقلية التي أقامها علماؤنا لإثبات العقائد الشيعية، يعني مثلا هو يجي ينتقد لازم يروح يدرس كل الأدلة اللي علماء الشيعة جابوها لإثبات هذه الأمور المطالب زين حتى ينفيها، بس هو لا ربما مطلع على جزء منها كما سنرى، مثلا يعطي أدلة من الصحيفة السجادية ومن نهج البلاغة على النظرية اللي هو يريدها زين، ولكن اكو نصوص اخرى في الصحيفة السجادية تثبت العقائد اللي احنا نتكلم عنها كما ان شاء الله سنرى في البحث. قسم منهم محاولة الاقتراب من المذاهب الاخرى، وحدة اسلامية كذا، فهو يريد يسوي أمتنا حالة حال أمتنا حتى يقول شوف أنا أدعو إلى الوحدة الإسلامية، فكلهم شسمه حالهم حال بقية المذاهب. الإصلاح الديني ومحاولة فهم النص الديني بموجب المفاهيم المادية الحديثة، قسم يعني مختار بالمفاهيم المادية الحديثة، وإنما كل شيء يريد يفسره تفسير مادي ويرفض أي تفسير غيبي مرتبط بالغيب، في حين احنا من جزء من عقيدتنا شيء يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات الأولى من القرآن سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول إيمان، أول فقرة من الإيمان هو بإيش؟ الإيمان بالغيب قبل إقامة الصلاة ويقومون الصلاة ويؤتون. فقسم منهم ما يتحمل الإيمان بقضايا الغيب، طبعا احنا نؤمن بالله والله سبحانه وتعالى هو بالغيب، احنا ما شايفين الله سبحانه وتعالى، احنا نسوي براهين عقليه او براهين عرفانيه على وجود الله سبحانه وتعالى زين، او براهين فطريه على وجود الله سبحانه وتعالى، لكنه نحن لا نستطيع ان نبرهن وجود الله حسيا بالحس الا من خلال القرائن مثل الخلقه والنظم وبراهين اخرى غير مباشره. طبعا دول اللي هي يعني هاي مرحلة متقدمة جدا اللي يؤمنون بالعرفان، وهذه انه يدركون الله سبحانه وتعالى ولكن ليس بالحواس وانما بالقلب. من الامور الاخرى اللي هو حاول هذا النهاية هو مثل ما قلت الاقتباس من بعض الكتب المعتبرة كالصحيفة السجادية. بسرعة حاول الرد على هذه الشبهات اللي أثارها الكاتب كما هي. طبعاً علماء نستدلوا على عصمة أهل البيت عليه السلام من القرآن مثل آية التطهير ذكرناها، آية الولاية وآية الصادقين، طبعاً إحنا متطرقين لها في محاضرات سابقة وبسبب الوقت أنا ما راح هذه، فهي كلها آيات تدل على عصمة أهل البيت عليهم السلام وغيرها كما مذكور في كتب العقائد، حتى السيد الخوئي في أحد كتبه في كتاب الطهارة وهو كتاب فقهي عندما يتطرق إلى هذه الآية اللي في سورة القيامة لا يمسه إلا المطهرون، هو يقول لي معنى هذه الآية المباركة إن الكتاب لعظمة معاني آياته ودقة مطالبه لا ينال فهمها ولا يدركها إلا من طهره الله سبحانه وتعالى. هنا المس يختلف عن اللمس، والمطهرون يختلف عن المتطهرون. المطهر واحد هو يروح يتطهر يسوي غسل واجب أو يتوضأ فقد تطهر، أما المطهر يعني الذي الله طهره لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يصل إلى معاني القرآن إلا منه إلا من طهره الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. هذا بالنسبه للقران. بالنسبه للاحاديث الكثيره المتواتره عنهم مثل ما ذكرنا حديث نزلونا عن الربوبيه والمنازل الوارده لما عليهم السلام في زياراتهم، احنا عندما نقرا زيارات اهل البيت عليهم السلام نشوف فد منازل عاليه
طبعا المثال الأكبر والأوضح في منازل أهل البيت عليهم السلام هي زيارة الجامعة الكبيرة، عندما الإنسان كل مقطع من مقاطع الزيارة تعطي فد منزلة أو منازل لأمة أهل البيت عليهم السلام. وإذا تجمع هاي المنازل هي أعظم كثيرا من هاي الأدنى المعرفة اللي ذكرناه في بداية المحاضرة. هو أدنى يعني زين، هم معادن العلم، هم وسائل الرحمة، هم وسائط الفيض، هم زين وكثير من المعاني. من الأمور الأخرى اللي هو يحاول شيء يسوي بيها، يحاول رفع الاعتبار عن الروايات، إما يقول روايات ضعيفة أو الروايات الصحيحة شيء يقول عليها، يقول إنه هذه الغلات خلوها. فهو شنو كأنه واحد عند الاستنتاج مقدم ويحاول يتحف كل شيء، إذا رواية ضعيفة قال هاي ضعيفة، وإذا رواية صحيحة يقول هاي الغلات خلوها. فهو عند بدال ما هو يحاول يبحث ويوصل إلى الحقيقة، في حين إنه رواية ضعيفة من ناحية أصول الفقه إذا كانت متواترة لا تنظر في سند الرواية، لأنه ضعيفة شنو معناتها؟ معناتها إنه حالية صدورها قليلة. لكن مثل يجي واحد هسه، يجي واحد ما تعرفه، ممكن هذا إنسان مجنون، ممكن هذه يقول لك أنا جيت من فلان مكان هسه برمنغهام وشفت حريق هائل كبير. فأنت أول واحد يجيك ما تصدقه، يعني تقول ممكن يصدق يمكن يكذب. إذا يجيك الثاني وقال لك شيء هم ما تعرفه، فشي تقول؟ تقول لا، الاحتمالية مال هذا الخبر، صحة هذا الخبر راح تزداد. إذا يجيك الثالث لا، واحد جاك من هالصفحة، واحد من هذول مو جايين سوا، مو كلهم جايين أربعة خمسة سوا وده يطوك الخبر، هذا جاك منه، هذا جاك منه، هذا أبيض، هذا أسود، هذا يتحدث عربي، هذا يتحدث إنجليزي، زين. فكل ما تزداد القرائن زين، فالخبر احتمالية تصديق الخبر شنو يصير أكثر. وهذا علم أصول الفقه يسموه تواتر، عندما تجي رواية ضعيفة بس هي متواترة كثيرة والرواة مالتها مو نفس السند، سندها مختلف من ناس مختلفين والسند مال رواية مختلف، مع هذول لا ممكن، ما ممكن من ناحية عقلية أن يتواطوا على الكذب. وهذه تختلف، الضعيفة تختلف عن الموضوعة، يعني كل ناس معروفين بالوضع فذول خب ما تأخذ بيهم الرواية رأسا تطرحها. أما الرواية ضعيفة لأي شخص أنت ما تعرفه أو ذول أهل الجرح والتعديل ما يعرفوه، فلأن ما يعرفوه راح يضعفون الرواية. بس هذا ممكن إنسان أتقى الناس هذا يكون هذه، لكن كيف هذه أنه بالقرائن أو بالتواتر مال هذه تصير هذه الرواية مقبولة. وبالتالي مو صحيح أن واحد يقول هاي الرواية ضعيفة إذا كانت متواترة بعد ما ينظرون إلى الجهة السندية بها. أما الرواية صحيحة فأنت مو بكيفك تقول هاي رواية صحيحة، تقول ها الغلات حطوها فما هذا. ولكن هو عندما يريد يثبت النقطة مالته يستشهد بالروايات أيضا، فنفس هاي المفروض نفس الحكم يخليها على هاي الروايات ينطبق على الروايات اللي هو اختارها حتى يثبت وجهة نظره. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. طبعا عندنا كتب كثيرة من العلماء الماضي الذي جابوا مئات الروايات إذا مو أكثر اللي تثبت هاي المعجزات للأمة عليهم السلام. فهو مثلا يقول إنه القميين كانوا ما يؤمنون بهذه، ولكن مثلا من أشهر الكتب الموجودة في معجزات أهل البيت الراوي مالتها هو قمي زين، مثل إثبات الهدات أو بصائر الدرجات. بصائر الدرجات صاحب الكتاب هو قمي من أهل قم، ومن نفس الفترة اللي هو هذا الكاتب يشير إنه أهل قم، يعني أهل قم كان عندهم رد فعل من بعض الناس الغلات، وقسم مو غلات لأن هم كانوا ما يعتقدون بهم، قسم منهم مو كلهم كانوا ما يخلوهم يدخلون قم يعني بذاك الوقت، رغم انه اتباع مثلا القميين مثلا الشيخ الصدوق يشوف مع اعتقاده بالامامه في كتاب اعتقادات الاماميه يثبت معظم المطالب التي نؤمن بها. اخذ بس على السرعه وصفا للائمه عليهم السلام في نهج البلاغه وفي صحيفه السجاديه، لان الكاتب استخدمهم للدلاله على وجهه نظره.
فالإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يقول: أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا؟ يعني هو ده يدحض الذي يدعي الرسخ فيه، معناته شنو؟ أهل البيت فقط هم الراسخون من العلم، وأي واحد مدعي غيرهم للراسخون في العلم ما يثبت. الإمام علي كأنما يقول: نحن الراسخون في العلم وغيرنا لا قيمة لعلمهم. بعدين شو يقول؟ كذبا وبغيا علينا، إنما دعوا إنهم الراسخون في العلم شنو؟ بكذب وبغيا، بغوا علينا بادعائهم هذا الأمر، معناته إن ليش؟ أن رفعنا الله ووضعهم، الله هو اللي رفع أهل البيت عليهم السلام، إذا هم بعد قيام راح حالهم حال غير الها، ليش الله يرفعهم ويضع غيرهم؟ يعني كل ما يؤمن بأهل البيت هم اللي رفعهم الله سبحانه وتعالى، غيرهم هم ما ممكن أنه يجون يجارون أهل البيت عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى كما في حديث الإمام عليه السلام ووضعهم وأعطانا أعطانا العلم وحرمهم وأدخلنا أدخلنا في رحمته في علمه في وأخرجهم. شنو بعدين يجي في هذه بنا يستعطى الهدى، يعني الهدى لا يأتي إلا عن طريق أهل البيت، إذا واحد يجي غير أهل البيت يوصلك للهداية ولا للضلال؟ للضلال. فبنا فقط يستعطى الهدى بعد ويستجلى العمى، يعني إذا تريد النور والعمى وين تروح؟ لأهل البيت عليهم السلام، أهل البيت هم النور وغيرهم هم العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، هسه يحدد قريش ثم بني هاشم، لا تصلح على سواه، يعني أي واحد من غير دول الأئمة اللي هم من بني هاشم، لأن دول الدعاء كلهم من خارج بني هاشم أصلا، هم حتى يعني عمر لم يولي أحدا من بني هاشم، حتى ولاية مطهم، لأن قالوا النبوة والولاية لا تجتمع في بني هاشم، أنتوا أخذتم النبوة هاي خلاص دوركم الباقي إنا، ولا تصلح الولاة من غيرهم، ولكن هم سووا أعطوا لكل الولاة من جميع القبائل في قريش إلا بني هاشم، يعني بالعكس عكس الحقيقة، ولا تصلح الولاة من غيرهم، آثروا عاجلا وأخروا آجلا، هذول أخذوا العاجلة زين وتركوا الآخرة، وأخروا آجلا وتركوا صافيا، تركوا هذا المعين هذا الماء الصافي اللي هم محمد وآل محمد، وشربوا آجلا، شربوا هذا الماء الوسخ، هذا الماء الواقف يسموه الماء الآجل هذا زين. هكذا يصف الإمام علي عليه السلام الأئمة عليهم السلام، وهو فالدرجة عالية، حتى الأوصاف اللي ربما ذكرناها إذا تجي ناقش هاي الأمور تشوفها أنه أعلى بكثير من ما نعتقد به، لأنه قلنا هذا اللي نعتقد به هو أدنى المعرفة. نجعل إمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية في دعاء عرفة يقول: ربي صلي على أطايب أهل بيته، راح يعدد الإمام، شوف أول شيء الذي اخترتهم لأمرك، يعني هذا اختيار من نبي له من الله، من الله سبحانه وتعالى، وجعلتهم خزنة لعلمك، يعني علمهم علم حصولي علم إلهي، خزان علم الله، خزان، هل ممكن واحد يكون خازن لعلم الله بعلم يتعلمه؟ لو هذا علم يعطى اختيار من الله، لأنه هو اختارهم بعدين جعلهم خزنة لعلمه، بعدين شنو؟ وحفظة لدينك، يعني أي واحد يدعي الدين غيرهم هو ما ممكن، أما يوافقهم فصار متبع لهم، وأما يخالفهم يعني فهو على باطل، ما ممكن، أما احتمال آخر، أما يوافقهم يعني أخذ بعلمهم، وأما خالفهم فمعناتها راح على انحاز عن الصراط المستقيم. بعد شنو؟ وخلفائك في أرضك، هم خلفاء الله في الأرض، هم ليس خليفة بالمعنى السياسي، هم خلفاء الله في أرضه في كل أمور الدين والدنيا. وبعد وحجتك على عبادك، هم حجة الله على أرضه،
بهم يثيب، بهم يعاقب، بهم ينزل الغيث، بهم لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. هذه الأرض ما توقف إلا بوجود الحجة، وهذا أحد الأدلة عندنا على وجود الإمام المهدي عليه السلام، لأن لابد الحجة يكون موجود، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وكيف يكون حجة على العباد وهو غير موجود؟ وطهرتهم من الرجس تطهيرا بإرادتك. هذا ليس هم راحوا طهروا الغسلة وهذه أو بالتقوى صاروا مطهرين، وإنما تطهير بإرادة الله سبحانه وتعالى. وجعلته الوسيلة إليك، أي واحد من أراد الله بدأ بكم كما في الصحيح في زيارة الجامعة، والمسلك إلى جنتك. أنت تريد إذا توصل الجنة وين تروح؟ الآل محمد، غير آل محمد هو الضلال المبين. طبعا عندي فقرة أخرى بس راح أتركها بسبب الوقت، راح بس السريع. الشيخ أحمد سلمان يذكر دليل آخر لطيف جدا، وهي الشواهد التاريخية من غير مدرسة أهل البيت. فيذكر شاهدين، واحد كتاب لواحد من المعتزلة اسمه ضرار ابن عمرو المتوفي سنة 193 هجرية، فتقديرا أنه كان عاش في زمن الإمامين الصادق والكاظم عليهم السلام، وربما الإمام الباقر كذلك عليهم السلام. هذا في هو كتاب معتزلي، فيقول شلون المسلمين تفرقوا في عقائدهم، فيذكر عقيدة كل طرف. فعندما يجي للشيعة أتباع أهل البيت عليه السلام، شوف يذكر لهم من العقائد كثير أكثر مما هذه. قال: فإن عليا أول الناس إسلاما، وقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وأنت وصية الوصية، وأسر إليه شيئا من الوحي، مو بس عند سر الوحي يقول، وإن النبي لقيه فقال: السلام عليك أمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين غيره. فقال علي: أمنك أو من الله؟ قال النبي: لا من الله، فالله هو اللي نصب علي أميرا للمؤمنين. هذا منه دي يقول المعتزلي هو مو إيمانا به، وإنما العقيدة السائدة، فهذا يقول هاشات ما موجودة، وإنما المتأخرين دخلوها. فالشيخ أحمد سلمان الله يحفظه أراد يثبت له من التاريخ أنه شنو العقيدة السائدة للشيعة في ذاك الوقت على لسان غير الشيعة، فيذكر هذه. وطبعا أمور أخرى بسبب الوقت أنا ما أقدر أذكرها. المثال الثاني هو من الزيدية، واحد من علماء الزيدية اسمه القاسم الرسي، متوفي سنة 246 هجرية قبل وفاة الإمام العسكري عليه السلام، وعنده رسالة معروفة الرد على الرافضة، وهو يذكر هو طبعا من الزيدية، وبالتالي يذكر زعمت الرافضة أنه لم يكن قرن من القرون خلا ولا أمة من الأمم إلا وفيها وصي نبي أو وصي حجة لله قائمة عليهم مفروض عليهم طاعته. شوف هذه العقائد مالتنا، هذا يتحدث عن الشيعة، مالتها العقائد مو شيخ المفيد جابها أو الشيخ الطوسي، وإنما هي متجذرة قبلهم بقرون وسنين طويلة. ليس لأحد من معه في دهره حالته ولا حاله ولا صفته. فهذه حقيقة أنه وكو أدلة أخرى، طبعا هذا كتاب طويل، فأني حاولت ألخص هذا المفهوم في العقيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتمسكين بحبل محمد وآل محمد، وأن على الأقل نعرف العقيدة أدنى ما حتى احنا نكون هويتنا شيعية. اذا واحد يقول لي شنو ادنى المعرفة حتى اني اكون معتقد بهم وبمعرفتهم، على الاقل هذا الحد الادنى لازم اعرف، حتى من ازور الأئمة عليهم السلام اني اعلم على الاقل هذا الحد الادنى بمعرفتهم. اختم هذه الكلمة بمقطع من الزيارة الجامعة، هو المقطع الاخير، حقيقة رائع جدا، دائما يعجبني أختم بمحاضراتي وكلمتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أولياء الله، إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم، فبحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي
وكنتم شفعائي فإني لكم مطيع. من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن عصاكم فقد عصى الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي، فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم، وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم، إنك أرحم الراحمين. وصلهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.